17 فبراير 1955 يصادف ميلاد النجم مارسيلو أنطونيو تريبياني أوجيتو في مدينة كاسيلدا سانتا بالأرجنتين، وهو يعتبر اسم مغمور للكثيرين، يمكن لأنه ما لعب وايد للمنتخب ولأنه لما احترف لعب لأندية صغيرة في أوروبا. كان من اللاعبين الواعدين في بداياته وتألق كلاعب بمركز وسط المهاجم. كانت تريبياني أحد النجوم الواعدين اللي صعدوا في بوكا جونيورز أوائل السبعينيات، وظهر لأول مرة في 73 مع المنتخب لما اختار عمر سيفوري في المنتخب كلاعب وهمي، ولم يتم تسجيله وإشراكه، فرفض الاتحاد تقييده مع المنتخب بسبب عدم مشاركته في تصفيات كأس العالم، ويقال أن أحد أسباب ابتعاد المدرب سيفوري عن المنتخب لأن الاتحاد قام يتدخل بعمله وعقبه عين فلاديسلو مكانه. في عام 75 شارك تريبياني وتعرض للانتقادات بسبب أنانيته لدرجة تلقيبه بكالسيتا كاليسيتا كاليسيتا يعني الأناني. بعد تحقيق الدوري مع البوكا موسم 76 تم بيعه إلى إلتشي الأسباني، بعدين لعب إلى سرغسطة. اكتسب من أوروبا الانضباط والعمق التكتيكي، عاد للبوكا بشكل مغاير سنة 81 إلى جانب دييغو مارادونا وفاز ببطولة الدوري مرة ثانية. بعدين انتقل إلى ستوديانتس وفاز معاهم بدوريين، بعدها انتقل لعدة أندية حتى اعتزل كرة القدم سنة 93. قبل نهائيات مونديال 86 في المكسيك استدعى بيلاردو مدرب المنتخب تريبياني للمشاركة في البطولة، ووعده أنه بيلعب بشكل أساسي ومستمر، لكن بسبب تألق بورتشاغا بذاك المونديال بيلاردو غير رايه وحصل تريبياني على دقيقتين بالضبط بالبطولة كلها، وكانت هالدقيقتين في النهائي ضد ألمانيا الغربية، وكان لمسة وحيدة للكرة كانت تمريرة بالكعب الخلف بشكل فني انفرد فيها لاعب الأرجنتين، تفاعل الجمهور مع هذا البديل بسبب هالتمريرة. كان هو أقل لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم من ثواني أقل بقليل من التونسي خميس العبيدي في مونديال 78 ضد المكسيك. سبعتاعش فبراير 1968 يوم ميلاد نجم إيطالي من الزمن الجميل جوسيبي سينيوري أو بيبي سينيوري في ألزانو لامباردو في بيرغامو. كان يلعب مع شباب نادي الإنتر في مراهقته وما استمر هناك بسبب قصر قامته، ولعب لعدة أندية إيطالية أبرزها لاتسيو، سامبدوريا، بولونيا، كما أمضى فترات في اليونان والمجر مع إيراكليس ثيسالونيكي وأم أف سي سوبرون. فاز سينيوري بجائزة هداف الدوري الإيطالي 3 مرات مع نسور العاصمة، وهو واحد من أفضل 10 هدافين في تاريخ الكالتشو. ساعد بولونيا على التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي 98-99 بعد ما فاز بكأس إنتر توتو سنة 98 في ذلك الموسم. وصل بولونيا إلى نصف النهائي من كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا. بشكل عام سجل 188 هدف في الدوري. ما قدر سينيوري ينجح مع المنتخب الأزوري رغم موهبته الكبيرة بسبب خلافه مع المدرب ريغو ساكي. لعب للمنتخب الوطني 28 مباراة بين 92 و 95 وسجل 7 أهداف فقط. البطولة الكبرى الوحيدة اللي خاضها سينيوري مع المنتخب كانت مونديال 94، وظهر في 6 مرات لكنه ما لعب في النهائي ضد البرازيل اللي خسروه بركلات الترجيح للمرة الأولى بتاريخ البطولة اللي يحسم البطل بركلات الترجيح. على الرغم من عدم إحرازه أي أهداف في تلك البطولة إلا أنه ساعد سينيوري هدف دينو باجيو بالفوز بالمباراة ضد النرويج في المباراة الثانية لإيطاليا دور المجموعات، وساعد أيضا وصنع هدف فوز إيطاليا على إسبانيا في ربع النهائي اللي سجله روبرتو باجيو يوم طاف الحارس وشات الكرة وانقلب على ظهره، وسينيوري وقتها هو صنع الجول تعرض للضرب. فاللاعب سينيوري كان لاعب يملك موهبة كبيرة، لكن بعض اللاعبين يصيرون مو محظوظين بعلاقاتهم مع المدربين أو تعرضهم للإصابات، أيضا يكونون غير محظوظين بتواجد نجوم في نفس الكفاءة
والإعلام وقتها يأخذ الأمور هذه بشكل مختلف. سينيوري لاعب كبير لكنه غير محبوب. فبراير 1982 يصادف ميلاد الامبراطور أدريانو ليتي ريبيرو، الرجل اللي تحدى الفقر ليكون امبراطور، لكن وفاة والده أسقطته من العرش. أدريانو من عجائب الكرة البرازيلية والعالمية، جمع بين المهارة والقوة، حاربت الإصابات وتصرفاته الطائشة. وفاة والده ألمير اللي كانت بداية الانهيار وصولا الى الاعتزال، تطارده شائعات بعد ذلك تتعلق بفقره وانضمامه للعصابات وتجار المخدرات في بلاده. ولد ادريانو في ريو دي جانيرو ضمن عائله متواضعه ماديا، وكعاده الاطفال البرازيليين اهتم ادريانو بالكره ولعبها في الشوارع حافيا، كانت له مثل طوق النجاه من الفقر. نادي فلامينغو كان محطته الاولى للاحتراف لما انضم لفريق الشباب 97 بعمر 15 سنه، لما كمل 18 سنة ظهر مع الفريق الأول في الدوري البرازيلي وحقق معهم عدة بطولات وبرز بقوة ليطير لإيطاليا ويتعاقد مع الإنتر ويعار فيورنتينا وبارما، ويعود كالوحش للإنتر ويبدأ مسيرته الذهبية اللي استمرت 5 سنوات حقق فيها كل البطولات المحلية. بعدها انتقل لعدة أندية ما حقق معهم أي نجاح يذكر حتى عام 2016. آخر موسم كان له مع الإنتر هو أول موسم لجوزيه مورينيو 2008-2009، وهو اللي قال أروح البرازيل ارتاح وتعال لي فريش عشان أقدر استفيد منك في الموسم القادم، وهالشيء ما صار. كان الوريث الشرعي للظاهرة رونالدو في السيليساو، خلال 10 سنوات لعب 48 مباراة وسجل 27 هدف، حقق لهم كوب أمريكا يوم تعادل مع الأرجنتين بآخر ثواني، فازوا بالانتيات وكأس القارات 2004-2005، وابتعد عن المنتخب 2010. خافير زانيتي يقول أدريانو كان عنده أبو يهتم بكل شؤونه، وبيوم تلقى اتصال من البرازيل بدأ بالبكاء وأخذ في الصراخ بعد ما رمى التلفون على الأرض وما قدر من سيطر عليه. يقول أنا والدكتور ماسيمو راتي رئيس النادي كنا نعتبره أخو لنا، ما قدر من سيطر عليه وكان يسجل الأهداف ويهدي الأهداف إلى والده، لكن دش في حالة كآبة بعدين ما قدر يطلع منها. إيفان كوردوبا يوم من الأيام كان جالس مع أدريانو في كان رميته في إحدى المباريات وقال له أنت مزيج من رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش بالفعل، ويملك القوة البدنية والسرعة والمهارة. يقول له هل تعلم أنك يمكن تصير أنت أفضل لاعب على الإطلاق، لكن اللاعب لا تكفي الموهبة، يحتاج عقلية أصلاً علشان يقدر يطور موهبته ويقدر يستمر في الملاعب. زلاتان إبراهيموفيتش يقول لعبت مع أبطال عظماء ومع لاعبين كانوا بالفعل رائعين، لعبت مع لاعبين كانوا موهوبين ثم أصبحوا رائعين، لكن الشخص اللي حسيت أنه رائع وبيستمر على نفس المستوى وهالشيء ما صار هو أدريانو. لما كنا في الإنتر مع بعض كان يسدد من كل زاوية، صدق أدريانو يسدد من أي مكان في الملعب ما عنده مشكلة، لا يمكن أن أحد يسيطر عليه ولا يأخذ منه الكرة، كان وحش بمعنى الكلمة، أو باللغة الإنجليزية مثل ما قالها pure animal، يعني يقول لك أدريانو كان مو طبيعي. أنا أول مباراة شفتها حق أدريانو كانت كأس سانتياغو برنابيو في ملعب سانتياغو ضد ريال مدريد، صار فاول على خط 18 مباراة بين الإنتر وريال مدريد، من بيشوت الفاول سيدورف، يا أدريانو قال أنا بشوت، خله وخر الحين أنا مو شايف هاللاعب يشوت من قبل. أدريانو قبل لا يعار إلى فيورنتينا وبارما شات الكرة على كاسياس، كاسياس ما شاف الكرة هي راحت بالسقف، دشت الكرة بالجول ومن قوتها سرسحت لبرة 18 من قوة الشوتة، وراح نحط لكم الجول تشوفونه. أدريانو كان يملك قدم يعني صاروخية، يشوت من أي مكان في الملعب،
كثير من الأهداف تدل على قوته. هدف على أودينيزي من قبل النص يوم ركضوا وراء اللاعبين وطافهم سجل عليهم كرته مع فالنسيا اللي طلعت بالشبك الخارجي. هدفه على الأرجنتين من بعيد في القارات. أدريانو كان ممكن نشوف منه أكثر، لكن كان يفتقد العقلية الناضجة ونفسيته واكتئابه دخله في نفق ما قدر يطلع منه. أدريانو انولد مثل هاليوم. Quando eu voltei da Europa, né? E eu peguei um tempo para mim, né? Ninguém entendeu. Ah, Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós, pra gente sobreviver, ajuda a nossa família, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo, com a tua família? Eu preferi estar bem comigo e com a minha família. Não me interessa.